انا بوبا واليوم مع ميك اب فور ايفر لنقدم لكم تكنيكس جديد وكتار. ايبرش تكنيك اللي هو بالنسبه لإلي ذا بيرفكت تكنيك للحصول على بشره وكومبلكشن هوليوودي بامتياز. ايبرش اور برش اكشلي اتس نوت اباوت ذا تكنيك اتس اباوت ذا برودكت. When we say airbrush, يعني we're talking about the next level of complexion. أكيد سنحصل على هالسيرفيس بسيفورا مع ميك اب فور ايفر بالإمارات بالسعودية وبالكويت.